افتتح سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي افتتح فعاليات المعرض العالمي للتعليم العالي جيدكس 2023 بمركز البحرين العالمي للمعارض بحضور سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة وسعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب وبمشاركة 53 من مؤسسات التعليم العالي والجهات ذات الصلة بالدراسة الجامعية من 10 دول. وقد ألقى سعادته كلمة أكد فيها أن استضافة مملكة البحرين لهذا المعرض العالمي الذي يقام لأول مرة على أرضها بتنظيم من المجموعة الدولية للمعارض والتجارة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم يأتي ذلك في سياق اهتمام المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بكل ما من شأنه النهوض بقطاع التعليم بجميع مراحله. وخلال الافتتاح ألقى السيد عمر عبد الله باعبود الرئيس التنفيذي للمجموعة الدولية للمعارض والتجارة كلمة أعرب فيها عن الشكر والتقدير لمملكة البحرين على تعاونها في تنظيم هذا المعرض. في استضافة هي الأولى لمملكة البحرين يُسدل الستار عن فعاليات المعرض العالمي للتعليم العالي جيدكس 2023 والذي يمثل فرصة واعدة أمام الطلبة الباحثين عن الجامعات ذات المستوى العالي من حيث مخرجات التعليم، ويمثل المعرض انعكاسا لاهتمام مملكة البحرين للنهوض بقطاع التعليم بجميع مراحله ولا سيما التعليم العالي باعتباره ركيزة أساسية لجهود التنمية والتطوير في مختلف المجالات. اللافت طبعا في هذا المعرض أن الكثير من الجامعات الدولية مشاركة سواء كان من الولايات المتحدة الأمريكية أو من بريطانيا ومن غيرها من الدول. هناك أيضا مشاركة لافتة إقليميا من دول مجلس التعاون، وهذا طبعا يعطي قدر أكبر من الفرص للطلبة للتعرف على أفضل الجامعات الموجودة وفي نفس الوقت على أفضل التخصصات المطلوبة من قبل سوق العمل. طبعا اليوم مطلوب ايضا حتى من الجامعات انها تقدم الشروحات اللازمه للطلبه. المعرض بدا للتو ونتوقع اقبالا كبيرا عليه من قبل الطلبه من خريجي المدارس الحكوميه والخاصه، وان شاء الله سوف تستمر وزاره التربيه والتعليم ومجلس التعليم مجلس التعليم العالي بتنفيذ هذه المعارض بالشراكه مع الجهات طبعا الدوليه المختصه لما يعني تمثله من اهميه بالغه في تقديم التعريف وطبعا الارشاد الاكاديمي اللازم للطلبه لصنع مستقبلهم بشكل افضل. يمثل المعرض العالمي للتعليم العالي جيدكس 2023 منصة مهمة للتعرف على نخبة من الجامعات المرموقة المشاركة من مختلف الدول والتي ستتولى تقديم شرحا مفصلا عن برامجها الأكاديمية وفرصها التعليمية والتدريبية. واليوم البحرين أصبحت مهمة جدا للتعليم العالي، وهذه الحقيقة تحقيق لرؤية البحرين 2030 بأن تكون البحرين دولة الخدمات الممتازة، وأي خدمة ممتازة أكثر من خدمة التعليم. فالتعليم العالي سوف يعطينا الطبيب الممتاز وبيعطينا المهندس الممتاز، وهذه هي الحقيقة الهدف. اليوم احنا تواجدنا هنا ليس فقط من اجل تعريف عن كليات فحسب، لا، احنا ايضا نقدم هنالك استشارات، نقدم ايضا بعض من الخبرات الى الطلبه من اجل اكسابهم الجانب الايجابي في طريقه اختيار التخصصات وطريقه اختيار كذلك الكليات او الجامعات التي راح ينتموا لها مستقبلا باذن الله تعالى. اهميه مشاركتنا في هذا المعرض انه نستقطب اكبر عدد من الطلبه على مستوى الخليج وعلى مستوى العالم العربي. وطبعا احنا بنطرح تخصصات طبيه وتخصصات في مجال الهندسه وفي مجالات اخرى من ناحيه القانون والاعلام واداره الاعمال. وعلى هامش المعرض تم تخصيص مساحه لمشروعات طلابيه لمدارس البحرين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الى جانب تنظيم ورش عمل وحلقات نقاشيه لعدد من الخبراء والمختصين. فكرتنا عباره عن ابلكيشن اللي هو حق الهوتلز سمارت هوتل ابلكيشن. الفكره الجديده في الموضوع ان بطاقه الفندق بيصير في البطاقه بتصير في التلفون، يعني بدل ما اخذ بطاقه واروح الريسبشن واسوي ذي تصير في الـ NFC، احط اجرب التلفون يم الريدر من الباب يفتح لي باب الغرفه.
وطبعا التشيك ان والتشيك اوت يعتمد على البطاقه. مشروعنا عن روبوت، هذا الروبوت داعم لأهداف التنمية المستدامة اللي راح يبني إلينا مستقبل مشرق ومستقبل واعد بالأطفال. طبعا في الفئة المستهدفة هي الأطفال، فسيكون هذا الروبوت مع الآباء راح يكون يعطيهم المعالجات، يعطيهم الأسباب، يعطيهم التريجرز اللي خلت الآباء تتعامل مع الطفل بهذه الطريقة. وخلال افتتاح المعرض تم تكريم الفائزين بجوائز التميز في التعليم العالي، حيث فازت جامعة العلوم التطبيقية بأربع جوائز، أما جامعة الخليج العربي فحازت على جائزتين، ونالت مؤسسة إنجاز البحرين على جائزتين، فيما حصدت الجامعة الملكية للبنات جائزة البحث العلمي، وكلية فاتل للضيافة على جائزة الطلبة الدوليين، وحصلت الجامعة العربية المفتوحة على جائزة الدعم الوظيفي الطلابي، وحصلت جامعة البحرين للتكنولوجيا مع مدرسة الجابرية الثانوية الصناعية للبنين على جائزة تنمية القيادة لدى الطلبة، فيما حققت مدرسة الاستقلال الثانوية للبنات جائزة الابتكار الطلابي. المعرض العالمي للتعليم العالي جيدكس 2023 يأتي ليقدم الفرصة التعليمية المتاحة للطلبة من زوار المعرض من خلال البرامج الأكاديمية المقدمة، بالإضافة إلى معرض التعليم التقني والتدريب المهني والمؤتمر الدولي للابتكار وريادة الأعمال. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.